قلعة البحرين هو الموقع الذي كان يضم عاصمة دلمون، تلك الحضارة التي كانت مزدهرة على أرض مملكة البحرين وعلى كل مساحة المنطقة الشرقية لشبه الجزيرة العربية. اقتصاد هذه الحضارة وهذه العاصمة كان يقوم على التجارة البحرية مع الحضارات المجاورة في بلاد الرافدين وفي مقان، وأيضا مع وادي السند، فكانت هناك علاقات تجارية بحرية في نقل وتبادل البضائع من خلال الميناء القديم الذي كان موجود على أرض هذا الموقع. قبل عام 2005 كان عدد السواح والزائرين الذين يزورون الموقع لا يتجاوز 10,000 زائر كل عام، ولكن منذ أن أدرج الموقع على قائمة التراث العالمي ثم بعد ذلك تم افتتاح متحف القلعة في عام 2008 ازداد عدد الزائرين لهذا الموقع لما يقارب 100,000 زائر في كل عام، وهذا يدل على أن هذا الموقع له أهمية تاريخية ثقافية ليس على مستوى البحرين فقط إنما على مستوى العالم بشكل عام. It's fantastic. I'm amazed how large it is. I imagined it was much smaller, and it's obviously being very well preserved, very carefully done. And it's so interesting to see the old here with the new city behind, with all the modern buildings. It's an old place, it's 4,000 years old, and it's also an UNESCO World Heritage. We always like to see culture in our holidays, and so this was the idea to see the old place at first.